تزاوجوا. وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة. بدنا برغل وبدنا خل، بدنا نعنع بدنا بصل وبدنا بهار وبندورة وبقدونس وبدنا ملح وشوية ورق عريق. وبدنا كمان ما تصير الأسعار نار. ألوان بتشهي من خيرات هالأرض، جنينات متنقلة من ضيعة لضيعة لقلب المدينة، بس العين اللي بتشتهي مش قد طموح الجيبة اللي بتدفع. هون كمان بورصة مفلوشة على رزنامة الأعياد، بعيد الميلاد بيغلى الريش، يعني الدجاج والحبش والحمام وكل طير مفتوح بطنه على كل احتمالات الشهية واختراع الأطباق. برمضان بيغلى كل شي وبتغلي الأعصاب قبل كل شي، وبينزل سعر صبر الناس لتحت تحت الأرض. الناس ومين مهتم، مين سئلين، أي ناس وشو بيمثلوا ببورصة الربح والشطارة. نار كل شي نار، الخضرة طبعاً يعني نار لأنه زيادة يمكن نتقس وهيك، بس كل شي نار. كيلو البندورة ب 500 ليرة. في ناس بتقنع بالقليل، في ناس ما بتقنع. هلك العالم الخضرة، ما بقى حدا يشبه للتجربة البية. غالي الخضرة كتير، قد ما تقولي قولي، شو بنعمل؟ هاي شو موقفة على غلا الخضرة؟ ما كل شي غالي. لو في شي غير ما كان في غلا يعني، وكنا منحس بشي. ايه ورمضان مشان رمضان، بخصوص رمضان مشان هيك. رمضان ليش رمضان، شهر الخير أم شهر الاستغلال؟ هيدا سؤال ما بينسأل للبناني. كل شيء له وقته وله أحكامه، بس نحنا بدنا كمان ما ننكسر كل ما فلشنا سفرة لرمضان أو عزمنا حدا عصحن فتوش صار سعره بسعر فستان أو بنطلون بزمن سولت. أحلى هدية اليوم بتاخدها وبتبيض وجهك مع الأصحاب هي باقة نعنع مشنقلة، باقة بقدونس معربطة بباقة فجل، وقاعدة على نص كيلو بندورة ونص كيلو حامض ومغطيين بخسة. أما ورق العريش والأفوكا والصبير وأمتالهم، هودي منتركهم لأيام العز ومننطر مين يقدم لنا ياهن هدية بشي سهرة. هيدي هي الشطارة الفينيقية، نحنا منحب التاريخ ومنحب نرجع دايما لأصولنا. يلا عجلوا خزنوا الأكل والخضرة، لأن إذا كانت كلفة صحن الفتوش اليوم ب15,000 ليرة، بكرة رح توصل ل30,000 ليرة، وما منضمن بعد وبعد وبعد بكرة وين بصير. هيدي بورصة اللبناني والشاطر بشطارته. بدنا برغل وبدنا خل، بدنا نعنع بدنا بصل وبدنا بهار وبندورة وبقدونس وبدنا ملح وشوية ورق عريق. يا عمي دوختوني روقوا شوية عيوني، كعبتو شو هالخسة لبناني نتبدون سي وما بيصل بندورة، شو شوفوا شو هالبصلة.